لحظات تفتح البوابات. انطلق إذن الشوط الثاني على مسافة 1600 متر. جاد وفرنسا الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة على جائزة السلطان العبد العزيز يرحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. مخوفة تتقدم هذه الجياد وهذه الأفراس. وفي المركز الثاني رحايب من الداخل. وفي المركز الثالث حفيد عربان الاحتياطي الذي يشارك في هذا السباق. إذا مخوفة تتقدم هذه الجياد وهذه الأفراس ورحايب في المركز الثاني وحفيد عربان في المركز الثالث. وأيضا أشاهد محاولة من متوسم للتقدم في هذا الشوط للمركز الرابع. الريم اللعوب في المركز الخامس وهناك محاولات من بقية الجياد والأفراس للتقدم في هذا الشوط. مخوفة من نسل سلمان هي التي تقود هذه الجياد وهذه الأفراس علامة 600 متر. ومخوفة تحاول بكل قوة السيطرة على المقدمة والتقدم بشكل كبير. مخوفة إذن المركز الأول مع الدخول للخط المستقيم. تبدأ الريم اللعوب بالتقدم المرشحة فيما مخوفة تتجاوز علامة 400 متر مع الدخول للخط المستقيم بقوة. مخوفة والريم اللعوب. مخوفة من الداخل بنت سلمان والريم اللعوب من الخارج بنت الحراق. مخوفة إذن بنت سلمان في المقدمة تحاول التقدم بقيادة جارور إندم بكل قوة. إذن مخوفة بطول ونصف الطول تقريبا تجاوز خط النهاية. أولا ألف مبروك. إذن مخوفة ما شاء الله تبارك الله منذ الانطلاقة مسجلة الانتصار.